مرحب فيكم أعزائي المشاهدين مرة تانية ولقائنا مع الطبق الرئيسي. حنعمل سمكة مشوية مع كمية من البطاطس، نشوف مع بعض الطريقة. سمك مشوي مع البطاطس: حبة كبيرة سمك بالول، ملعقة كبيرة كزبرة ناعمة، ملعقة كبيرة كمون، ملعقة صغيرة بابريكا، ملعقة صغيرة شطة مجروشة، ملعقة صغيرة كاري، نص ملعقة صغيرة فلفل أسود، حوالي 40 حبة بطاطس صغيرة، كوب كزبرة خضراء مفرومة، كوب شبت مفروم، 2 حبة كبيرة بصل مقطع جوانح، 10 حبة ثوم شرائح، 3 قرن فلفل أخضر شرائح، نصف كوب زيت زيتون وكوب زيت ذرة. أعزائي المشاهدين، وصفة السمك اليوم اللي حنعملها حتعجبكم كتير، لأنها ما بتاخد مجهود، طعمها لذيذ والكل حيحبها، كبار وصغار حيعجبهم طعم السمك. ودائما في رمضان نحاول نكتر من الأسماك، مش كل أكلنا يبقى لحوم، لأنه برضو في ناس بينسوا خالص يأكلوا سمك في شهر رمضان الكريم. النقطة الثانية أنه إذا كان عندكم عزومة كبيرة، ببساطة بتقدروا تحطوا هالسمكة بالفرن وتأكلوا كمية كبيرة بأقل ما يمكن من مجهود، وبرضو أقل ما يمكن من ميزانية، وخصوصا الأسماك بتبقى ساعات أسعارها أقل من اللحوم في النسبة إذا عندنا عزيمة أو وليمة كبيرة. في الأول أنا هحتاج أجهز البطاطس قبل ما أحط إيدي في السمك، فبجهز البهارات. خلينا ناخذ هيك طبق صغير، موضوع هلا البهارات نتكلم بصراحة حسب ما بتحبوا نوع البهارات اللي انتم حابين تجربوه مع هذه الوصفة. احنا بنقترح عليكم في خلال المقادير انواع البهارات، بس في ناس ممكن يغيروا، في ناس مثلا مش حابين موضوع الكاري ممكن تشيليه خالص لانه احنا حاطين كاري مع السمك، في ناس بحبوا الاكل ما بيحرق ممكن نلغي خالص موضوع الشطة المجروشة، الكزبرة، الكمون، هذه كليتها اضافات بتتحكموا فيها زي ما بتحبوا. حضيف ملح وفلفل مباشرة على البهارات. كمية البهارات طبعا بتتوقف على حجم السمكة اللي أنا برضو عم بستعملها. عنا كمية من الملح والفلفل، نخلط البهارات هيك مع بعضها. هنشوف إحنا هلأ الخطوات اللي حنعملها، ما بدي ألخبطكم بس أنا بمشي معكم خطوة خطوة عشان فعلا تحسوا إنكم مرتاحين في تجهيز هالوصفة. حنشيل البهارات خلص على جنب ما حنحتاجها. هلأ البهارات هذه حقسمها إلى جزئين، فححتاج طبق، ممكن ناخد طبق أحط حوالي نصف كمية البهار، خلي الباقيين في الطبق جنبي. هلأ على الطبق العميق اللي فيه البهارات ححط الخضرة، الفلفل المقطع إلى شرائح على حسب ما بتحبوا، تقدروا تخلوه أو تستغنوا عنه زي ما بتحبوا، والبصل ضروري عندي، ما فينا نقول نستغني عنه لأنه هو اللي حيعطيني الطعم في الآخر، وشرائح من الثوم. لاحظوا كمية الثوم، كترنا إحنا ثوم لأنه ضروري جدا عندي. هلأ هحتاج زيت زيتون برضو على هالخلطة كليتها، حضيف زيت الزيتون بهالشكل هذا. هخلي هالخلطة هذه على جنب، احنا عم نمشي خطوة خطوة عشان فعلا تكونوا مرتاحين في شغلكم في المطبخ. تمام، هنخلي البطاطس برضو على جنب ونجهز الصينية اللي حنستعملها لشوي السمكة. هحتاج صينية كبيرة، اذا حبيتوا تستعملي صينية الفرن بمشي الحال. هناخد الصينية نخليها قدامنا بالطريقة هاي، مش شرط كبيرة قوي قوي، طبعا على حسب حجم السمكة اللي عندنا. هشيل انا هذا الورق، هحتاج قطعتين من ورق الفويل او الالمنيوم، قطعة عشان احطها في القاع، احاول اعملها بالطريقة هاي. خلوا بالكم انا لغايه هلا ما حطيتش ايدي في السمك عشان تبقى حركتي سهله ومنظمه وما اعمل مجهود مضاعف في المطبخ. جهزت كل المكونات اللي انا بدي اياها وكل الخطوات اللي بدي اياها، هخلي هذا كليته على جنب وابتدي اقلي البطاطس.
هسخن زيت وابتدي احط قطع البطاطس بهالطريقه هاي. ممكن ببساطة إذا حبيتوا ما تقلوا البطاطس وتحطوها، ولكن أنا حبيت عملية القلي لأنه بدي أعطيها طعم لطيف قبل ما أحطها عشان ما يبقى كل الأكل كأنه مسلوق على بعضه. صح في طرق بنحط البطاطس هيك نية، بس بحسها لما لو تجربوا موضوع القلي مش قلي عميق كتير، يعني هي بس مجرد أني أنا لا شوفوني كيف أعمل، بس تشويح فقط في الزيت بيعطيها طعم لطيف جدا جدا جدا. هحتاج اقلب البطاطس، زي عم تشوفوا هلا بس كانها عم تتشوح، انا ما بدي اياها تستوي 100%، مجرد هيك بس يتغير عندي لونها شوي بشيلها ومباشره على خليط الخضره اللي احنا جهزناه. بقلب البطاطس مع الخضره بهذا الشكل لغاية ما تتوزع كليتها عندي كويس. بقى بنلاحظ هلأ صارت عندي هاي المرحلة الأولى جاهزة، تأكد كل البهار توزع كويس وهذا الطعم اللطيف اللي حيكون في داخل السمكة. هلأ ببتدي أمسك السمكة، هاخد السمك أخليه في الصينية، بقية البهارات تتذكروا احنا قلنا ما حناخد كل البهار، حرش بقية البهار على السمكة بهالطريقة وابتدي اوزع البهار بهالشكل في داخل السمكة، كمان نقلبها على الناحية الثانية. بهالطريقة هاي هلأ باخد البطاطس وبحط بعض منها، طبعا مش كل المقدار حيبقى في الداخل، ولكن باخد بعض الكمية بحطهم في داخل السمكة قد ما أقدر، لو تساقطت كم حبة برا مش مشكلة، كل هذا حيستوي هلأ مع بعضه. أتأكد إنه كل هالخلطة عندي حطيتها في داخل السمك. خطوتنا الثانية نقطع شرائح من الليمون على حسب ما بتحبوا، هذه إضافة كتير لطيفة، وزي إحنا عارفين طبعا السمك مع الليمون ضروري يكونوا أصدقاء مع بعض دايما. بنقطع الشرائح وبنضيفها على السمكة بالطريقة هاي. نحط هيك كم شريحة، حوزع برضو شوية زيت زيتون، بتغطى بهذا الشكل. تتذكروا احنا قلنا في قطعتين من ورق الألمنيوم، هاخد القطعة الثانية احطها بهالطريقة، والطرف اللي هو الأسفل برجع برفعه تاني على السمكة، يعني هيك عشان أتأكد إنها السمكة مقفولة كويس. بقفل الوش وباخد القطعة الثانية بردها بالشكل هذا. هحتاج هلأ قليل من المي، مش ما تكتروا، يعني مجرد إضافة حوالي 2 كوب من المي، بس عشان أتأكد إنه السمكة ما عم تتعرض لحرارة قوية جدا من الفرن، يعني ساعات ممكن الفرن يبقى كتير حامي وتنحرق السمكة عندي من تحت، عشان هيك لما بحط شوية المي بتحافظ على إنها تخفف لي النار المباشرة للسمك. بقايا الليمون الموجودين كانوا عنا نقدر نحطهم، اللي هم القشور هذه بنقدر نحطهم في داخل الصينية عشان لما بينشوى السمك تعطيني ريحة برضو طيبة. أعزائي المشاهدين، بدخل السمكة على الفرن درجة حرارة 180-190
بيمشي الحال، بخليها لمدة ساعة ساعة ونص حسب حجم السمكة اللي موجودة عندكم. أهم ملاحظة أنه بس تطلع من الفرن ما أمسكها بسرعة، أقصد أو ما أحملها بسرعة، ما أنقلها بسرعة، أسيبها ترتاح حوالي ربع ساعة وبعد هيك أشيل الغطاء عنها وأنقلها على طبق التقديم، وإن شاء الله تكون عجبتكم ونشوف طريقة تقديمها كيف حتكون. قلينا البطاطس وخلطناها مع خليط البهارات والبقدونس والثوم والبصل، وزعنا البهارات على السمك، حشيناها بخلطة البطاطس، حطيناها في صينية الفرن، وزعنا على سطحها شرائح الليمون وزيت الزيتون، غطيناها بالفويل ودخلناها الفرن. سمك مشوي مع البطاطس، حبة كبيرة سمك بالول، ملعقة كبيرة كزبرة ناعمة، ملعقة كبيرة كمون، ملعقة صغيرة بابريكا، ملعقة صغيرة شطة مجروشة، ملعقة صغيرة كاري، نص ملعقة صغيرة فلفل أسود، حوالي 40 حبة بطاطس صغيرة، كوب كزبرة خضراء مفرومة، كوب شبت مفروم، 2 حبة كبيرة بصل مقطع جوانح، 10 حبة ثوم شرائح، 3 قرن فلفل أخضر شرائح، نصف كوب زيت زيتون وكوب زيت ذرة.